أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات في محافظة الدقهلية. تم تخصيص 1,500,000,000 جنيه لإنشاء مدافن صحية ومصانع للتدوير. أما في الشرقية فقد تم زراعة 609,000 شجرة مثمرة. وفي مطروح تم تقديم 97,000 خدمة طبية خلال الأسبوع الأول لحملة 100 يوم صحة. وفي المنيا تم فتح التراخيص ل 494 ميكروباص أجرة، وده لتوفير مواصلات آمنة. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة الدقهلية تم تخصيص ما يقرب من 1,500,000,000 في مجال إنشاء المدافن الصحية وتطوير وإنشاء مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، وأيضاً نقل المقالب العشوائية، وده للحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة. أكدت محافظة الشرقية زراعة 609,000 شجرة مثمرة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بزراعة 100,000,000 شجرة متنوعة على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع اللي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، وأيضاً بمداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضرية عليها وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار خاصة المثمر منها. مديرية الصحة بمطروح أعلنت تقديم خدمتها المتنوعة داخل المستشفيات والوحدات الصحية والفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة التابعة لمديرية الصحة بمطروح في إطار التنفيذ الواضح والكامل للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وتم تقديم 96,929 خدمة طبية خلال الأسبوع الأول. أعلنت محافظة المنيا عن خطة استبدال سيارات ربع النقل بأخرى لائقة وأكثر أماناً تلبية لعدد كبير من الأهالي خلال لقاءات خدمة المواطنين، وتم فتح التقدم للترخيص لعدد 494 سيارة أجرة ميكروباص 14 راكب بتعمل بالغاز الطبيعي بنطاق قرى مركزي ملاوي وصملوط. مديرية الطب البيطري بالفيوم أكدت تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر يوليو الماضي، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية اللي تم تحصينها 166,371 حيوان، وقامت إدارة الإرشاد بالتعاون مع الوحدات المحلية بتنظيم 165 ندوة للتوعية والإرشاد للمواطنين. في البحر الأحمر أعلنت مدينة راس غارب استكمال تسليم الوحدات السكنية البديلة للملاك المتضررين من السيول بعد إجراء المعاينات اللازمة والتأكد من إزالة المنازل المتضررة ورفع مخلفات الإزالة، وحتى الآن تم تسليم 75 وحدة سكنية من إجمالي 77 وحدة مستحقة ضمن مشروع بديل العشوائيات في منطقة حي الروضة، وده من أجل توفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين. أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية فتح باب التقديم الإلكتروني للقبول بالجامعة لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر خطوات سهلة إلكترونياً، وفقاً لإعلان جامعة الإسكندرية الأهلية اللي حددت رابط إلكتروني يمكن للطلاب التسجيل عليه، وبيتم تقديم طلبات الالتحاق عبر الرابط الإلكتروني لجامعة الإسكندرية.